صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 44 لسنه 2023 بدعوه مجلسي الشورى والنواب للانعقاد وجاء في الماده الاولى من الامر الملكي انه يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الاحد الثامن من شهر اكتوبر 2023 لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.